بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الحق سبحانه وتعالى حصر هذه الأشياء في أن أحدا من خلقه لا يعلمها، وليس معنى ذلك أن هذه هي الخمسة التي استأثر الله بعلمها، بل ما أكثر ما استأثر الله بعلمه، لأنه قال فيما سبق: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن هذه المسألة الخمسة لا بد أن يكون الجواب عنها لسؤال سأل عن هذه الخمسة بخصوصها. أما ما أكثر ما في علم الله مما لا نعلمه، وقد أجل سبحانه ميلاد بعض أسرار كونه لنعلم أننا في كل يوم نجهل ما عند الله، ثم يأتي شيء جديد، وهذا ونحن لا نزال في الدنيا، فما بالنا في الآخرة إن شاء الله في الجنة. إذا كان الله يقول فيها النبي يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، المعلومات اللي الناس بتعرفها بتنحصر فيما يأتي. ما لا عين رأت، أنت ترى بعينك أشياء ولكنك تسمع بأذنك لمرائي غيرك، يبقى الرقعة هي اللي أوسع، أن تسمع أو أن ترى. أن تسمع، لأنك لا ترى إلا ما تراه عينك، ولكنك تسمع ما يراه ما تراه عيون الآخرين. طيب، أنت تسمع وأنت ترى لموجود، ومع ذلك يقول الله ولا خطر على قلب بشر، يبقى معناها أنها أشياء إيه؟ أشياء غيبية خالص ما تخطرش على قلب بشر. وبعد ذلك يقول الحق في آية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. الله، يبقى إذن الخمسة دي مش هي اللي المفاتيح الغيب، ده دي اللي سئل عنه رسول الله فأجابه الله بها، لأنهم حدثوا في أسبابها أن رجلا من محارب قبيلة اسمها محارب جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل اسمه الحارث ابن عمرو ابن حارثة. قال: يا رسول الله، أنا أريد أن أعلم متى الساعة. إذا كان جبريل سأل قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يبقى إن الله عنده علم الساعة، يبقى دي جابت الجواب دي. قال له: وقد بذرت بذري وأنتظر المطر فمتى ينزل؟ قال: وينزل الإيه؟ الغيث. قال: وامرأتي حامل وأنا أريد منها أن تلد ذكرا. قال: ويعلم ما في الأرحام. قال: وقد أعددت لليوم عدته فماذا أعد لغد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال: علفت موقع حياتي فأين كيف أعرف موقع مماتي؟ قال: ولا ما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى إذن المسألة جواب عن أشياء محدودة، فقال دي استأثر الله بعلمه، فليس معنى ذلك أن ربنا ما استأثرش إلا بعلم دي، لا، ما أكثر ما إيه؟ ما استأثر الله بإيه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطينا
في آياته بعض النماذج، فيأتي الخلق ليستدركوا على مقولة الله في أشياء. مثلا علم الساعة دي ما حدش بيقدر يتكلم، ودي انتوا سمعتم ناس تنبهوا كتير بأن الساعة هتقوم يوم كذا وفي شهر كذا ومش عارف ايه، وطلع كله ايه كل كده. ولو قدر هؤلاء أو كانوا يؤمنون أو يعلمون بما قال الله لما اجترأوا في أن يقولوا شيء، لأنها ما تنحسبش، لأنها إيه ما تنحسبش أبدا. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستشعر الناس الساعة التي قد يشكون فيها، وكثير منهم يشك في يوم القيامة ده، فلازم يستشعروها في كل إيه في كل لحظة، عشان لما يستشعروها في كل لحظة يحاولون الاستعداد إيه الاستعداد له. كما أخفى ساعة الموت، ساعة الموت أخفاها ربنا عن الناس، واحد يموت سنه ثانية، واحد دقيقة، واحد ساعة، واحد يوم، واحد ليلة، مش كده، وواحد أسبوع، وواحد شهر، وواحد سنة، وواحد 50 إلى آخره. حدش يعرف الحكاية دي لأن ملهاش إيه مقدمات. الناس بتفهم إن قد يكون لها مقدمات من مرض، يقول له لا يا أخي، كم مريض لقيناه إيه وكم صحيح وإيه ومات. قال ازاي ايه مريضكم؟ قال له سليمنا مات. ازاي مريضكم؟ قال له ايه سليمني مات. فلا تحسب السقم كأس الحياة، كأس الممات، فلا تحسب السقم كأس الممات وإن كان سقما شديد الأثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. ولا السن كم بودرت غادة كعاب، يعني لسه بنت صغيرة، وغودرت أمها العجوز، يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر؟ لا يجوز. فربنا خلاه عشان نبقى تملي إيه تملي، منتظرينه في أي وقت، ونشوف ناس سلام وكل حاجة، وبعدين تحصل حادثة في الطريق، بيت يتزلزل يقع، بيت ما يتزلزلش ينهدم عليه. قال لا، مسألة إيه دي؟ أم قالك لتتوقع دائما أنك تلقى الله فيه، لأن من مات قامت قيامته، ما عادش في عمل بقى بعد كده، أكن القيامة بتاعته إيه؟ أكن القيامة بتاعته. فيقول ولذلك قالوا الإبهام في ساعة الموت هو أشد أنواع البيان لساعات الموت، لأن لما أبهمه في وقت إيه أشاعه في كل وقت ولا لأ؟ يبقى أشاعه في كل وقت، يبقى ده البيان الإيه البيان الواضح. فدي حتة، أدي واحدة يعني عنده علم الساعة وينزل الغيث. في بيتنبأوا مرار، يقول لك المطر ومش المطر، يقوم الله سبحانه هم عملوها بإيه؟ بمقاييس الهواء والغيم قد إيه، وسرعة الريح قد إيه، وتمشي وترتفع ولا ما ترتفعش، لكن ما عرفوش إن في أشياء تحدث في كون الله ما تدخلش في حساب الكمبيوتر بتاعهم. يصح ان فيه نظام والريح هيمشي كده ومتجه الناحيه الفلانيه ويعلى، لان معنى يعلى ان الماء لما بيتبخر بيعقد سحاب، السحاب ده بيرتفع في الجو والريح بتحمله في اي حته، فالى ان يصادف منطقه بارده يوم يتكثف امتى؟ وينزل قطرات لما يصادف حته بارده. احنا لما جينا نعمل الماء المقطر عملنا ايه؟ مش جبنا موقد وحطنا فيه إناء، عليه إناء وفيه مية، وقعدنا نغلي المية. المية لما تتغلي تحصل إيه؟ تطلع بخار، البخار حجمه أكتر، يقوم يملى الإيه؟ الآنية، يقوم يضطر إيه؟ يطلع. لما يطلع خدوه في أنبوبة ومشوه، ومشوا على الأنبوبة دي مية ساعة، فلما مشوا عليها مية ساعة تكثف التاني فنزل ماء مقطر. هي دي عملية المية تمام. يبقى البخار بيطلع ويرتفع في مين؟ في السماء، وبعد ذلك الريح تحمله وتحمله الى عالي او الى واطي او الى مستوي، فان كانت تحمله الى منطقه بارده، لان احنا عارفين ان كل الانسان ما يعلى في الجو المنطقه تبقى ايه. ولذلك قلنا من معجزات الله في خلقه ان انت كل ما تقرب من مصدر الحراره وهو الشمس الجو يبرد. الله، طب الشمس هي ما هنشوف، كل ما تقرب منها انت الجو يبرد، كل ما ترتفع. ولذلك الاماكن المرتفعه بنروحها في الصيف ولا لا؟ الله، يبقى اذا شوف مع ان المفروض ان ما دام ده مصدر الحراره الشمس كان كل ما اقرب منها تبقى حر،
لا كل ما ابعد عنها تبقى حر. ان نزلت في الارض كل 30 متر تخس درجه، كل 30 متر تخس ايه؟ تخس درجه. تزيد درجه. الله، يبقى اذا دي مساله مش روتينيه، ده مساله قدره. كن فيكون ربنا لازم يجمع لك الاضداد عشان يثبت طلاقه قدرته، يخلفها ويعملها. زي ما قلنا يقول لك بص الحجر ده، بص هذا الحجر، وده وده ارجمه، وده ايمان وده ايمان، وهم الحجر واحد. دي ينباس وده ينداس، وده يقبل وده يقنبل. الله، مساله مش عايزه روتين، المساله عايزه اوامر. الاوامر عشان يعرف مدى الالتزام في النفس الانسانيه الايمانيه للرب الذي احيا والرب الذي كلف. وينزل الغيث. تقول لك بقى تيجي بعدين تغلط، تيجي حريقه في اي حته مش معمول حسابها. الحريقه تعمل ايه؟ تروح عامله خلخله في الهواء، بتحرق اكسجين الهواء، ايه يغير مسارهم خالص، ولا ينزلش مطر زي ما قال الله. ولذلك انت تقول لك الجو هيبقى مش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقي في بعض الاحيان ايه خلفت ولا ما خلفتش. ليه؟ بده يقول لك لا، دي حته مقاييسكم ما تجيبهاش. ليه؟ لان في احداث ثانيه ما بتبقاش داخله في حسابكم. وبعد ذلك قال ويعلم ما في الايه، ويعلم ما في الارحام. المشكله دلوقتي انهم دلوقتي الواحده الحامل ياخدوها، وبعدين يحددوا نوع الايه، نوع الجنين. اهدي اللي عملت اشكال بقى وعملت بلبله في الناس. قال لك يا اخي ربنا بيقول ويعلم ما في الايه، هم ناس علموها دلوقتي. نقول له عاش، علموها امتى بقى؟ بعد قد ايه كده؟ لا بعد كم يوم يعني، ولا بعد كم شهر الولد يبان انه ذكر. هو يعلم قبل آلاتكم ما تعرفه، وهو يعلم قبل ما تحمل امه فيه. ما بشرش سيدنا زكريا وقال له انا هجيب لك ولد وسميه يحيى لحد الراجل ما تعجب. تقول بقى هنا لا نعلمها علما بالذات بذاتنا، انما نعلم به من الله. يبقى مش عالم غيب بقى، يبقى معلم غيب. يبقى ايه؟ معلم. سيدنا ابو بكر كان مخلف محمد وعبد الرحمن واسماء وعائشه، وكان متجوز بنت خارجي، فلما جه قبل ما يموت كده قال لها عائشه انما هما اخواك واختاك. تحجبت اختك ايه؟ ده ما فيش الا مين؟ واحده بس هي اللي موجوده. وبعدين لما مات طلعت بنت خارجه حبلي وولدت بنت. يبقى هل ده يقال راح خد حته وقعد يحللها؟ ما كانش، انما اعلم من الله. يبقى اذا الممنوع العلم الذاتي، انما هو يعلم بذاته. لا ما يعرفناش. طب تعالى الطبيب اللي عرف انه هو حلل وخد حته وعرف دي، وبقيه الناس اللي ما حللوش ما عرفوش، يبقى هو برضه عرف اللي انت اللي احنا، وهو ادوك خد حته من المخلوق وحللها ولا ما حللهاش؟ لا، الشطاره تقعدها كده قدامك ولا انت ان شاء الله جيبها محمد. ودي ما تحصلش، خلاص ما تحصلش دي ابدا على الاول. وبعدين قال ايه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تكسب ايه؟ الانسان اما بيعمل لدنياه واما بيعمل لاخرى. فان كان ماذا تكسبه غدا؟ ام من الخير المادي لذاته عشان يعيش ويعيش. وان كان من مساله التكليف، يا ترى يعمل خير ولا يعمل شر؟ يعمل حسنه ولا ايه؟ يعمل سيئه. يمكن يتغير فكره، يتغير خاطره. الله، يبقى اذا برضه مساله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم لا تسالني عن رزق غد، كما لم اطالبك بعمل غد. الله، انا ما طلبتش منك انك تعمل ايه بكره، بقى انا ما طلبتش منك انك تعمل، وانت تقول لي ايه بقى؟ سيب المساله كده. طيب نيجي بقى لسيدنا رسول الله. وما تدري نفس باي ارض تموت، دي برضو فيها الاشكال. الم يقل رسول الله للانصار حينما وزع الغنائم وساب الانصار ودى الناس تانية؟ قام الانصار يعني خدوا في نفسهم شويه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جابهم وقعد بقى يتلطف معهم، قال
أنتم لو قلتوا أنك أنت جيت مطرود وآوتوني يبقوا صادقين، وفقير وأغنتوني يبقوا صادقين، أخذتم المهاجرين وخدتهم معاكم تبقوا صادقين، كل دي تبقوا إيه صادقين. لكن ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى المدينة برسول الله؟ بالله ده كلام إيه بقى؟ ده اسمة إيه الحلوة دي؟ إذا إيه؟ المحيا محياكم والممات. يبقى نبأ رسول الله أنه يموت في المدينة، يبقى بأي أرض تموت جت فيها حتة سيدنا؟ أم قال لك هتقول أرض إيه؟ الأرض العامة ولا الأرض الخاصة؟ صحيح يموت في المدينة، إنما يموت في أي حجرة من حجر زوجاته. يبقى إذن الأرض الخاصة تجهل برضه، هيموت وهو ماشي كده شوية مش عارف إيه، ولا هيموت وهو رايح برضه مجهولة في الأرض الخاصة، وإن كانت في الأرض العامة. نقول له طب وفي الأرض الخاصة والعامة والنبي قاله؟ طب ربنا هو اللي أطلع، ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي أطلع. كان أبو جعفر المنصور وده الخليفة العباسي يحب الحياة وخايف من الموت، فبقى تملي يجيب المنجمين ويقعد يسألهم ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. قام ربنا حب يقطع عليه الحكاية دي، قام شاف في الرؤيا ان ايد ممتدة من البحر وعاملة كده، فجاب اللي بيعبروا الايه الرؤى، فواحد قال 5 أعوام ده بده اللي ينافقوا شوية يعني، واحد قال له طب وليه مش 5 أشهر؟ التاني قال له طب وليه مش 5 سنين؟ قالوا التاني ليه مش 5 دقايق؟ هي 5. إذا كل واحد عمال بيجيب إيه؟ 5 بتوع 5. فذهبت المسألة إلى أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إنما يريد الله أن يقول 5 اللي هم إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا اللي قاله مين؟ اللي قاله سيدنا أبو إيه؟ أبو حنيفة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. التسجيل ده كله لازم يكون إن الله عليم، لازم خبير، عليم ايه؟ عليم خبير. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يريح الناس من الفكر في هذه المسألة، وكل ما يجب أن يعلمه أن مقادير الله تجري دائما إلى أجل مسمى، وما فيش علمك لا يقدم بالله. لو عرف إن هو هيموت إمتى يموت كذا، ده يقعد متنكد طول الليل متنكد الله. طب خلي واحد يعرف 1000 حادث سر في حياته ثم يعلم حادثا واحدا محزنا، خلص كل السرور ده يضيع ولا ما يضيعش؟ فربنا بده يخلينا نقبله على الله بثقتنا في مجريات قدر الله. الله الله ما شاء الله، نثق فيها وخلاص. والى لقاء اخر ان شاء الله.